تقام اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 البطولات التالية: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري المغربي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 37، وهي بافتتاح الجولة 37، وهي كالتالي: المباراة الأولى مانشستر يونايتد وفولهام، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق حسن العيدروس، وتذاع أيضا عبر قناة إدمان أذربيجان المفتوحة. المباراة الثانية: ساوثهامبتون وليدز يونايتد، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3 اتش دي بريميوم بتعليق أحمد فؤاد. المباراة الثالثة: مانشستر سيتي وبرايتون، تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق صور الذهب، وتذاع أيضا عبر قناة إدمان أذربيجان المفتوحة. المباراة الرابعة: تشيلسي وليستر سيتي، تقام في تمام الساعة 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق عصام الشوالي، وتذاع أيضا عبر قناة إدمان أذربيجان المفتوحة. ثانيا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 25، وهي كالتالي: لاتسيو وتورينو، تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر و9:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق عادل خلو. مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 18، وهي كالتالي: المباراة الأولى الدفاع الحسيني اليديدي والمغرب التطواني، تقام في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر و6:15 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. المباراة الثانية: الوداد الرياضي والأولمبيك أسفي، تقام في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر و8:30 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. وفي النهاية، ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.